السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة نسرين محمود من المدرسة الفلسطينية المشتركة في الدوحة، معلمة الرياضيات في الصف الثالث الابتدائي. المدرسة الفلسطينية المشتركة، إعداد المعلمة نسرين محمود. الصف الثالث الابتدائي، الزاوية وأنواعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، درسنا اليوم هو درس الزاوية وأنواعها، وهو الدرس الثاني في الوحدة الرابعة، وحدة الهندسة والقياس. بداية يجب أن نعرف الزاوية. الزاوية هي عبارة عن الشكل الهندسي الناتج عن التقاء شعاعين أو ضلعين بنقطة. لننظر إلى الشعاع الأول، الشعاع ب ألف التقى مع الشعاع ب ج في نقطة. هذه النقطة هي النقطة ب. ماذا نسمي هذه النقطة؟ تسمى هذه النقطة برأس الزاوية. إذن رأس الزاوية التي تظهر أمامنا هي النقطة ب. ما هما ضلعا الزاوية؟ ضلعا الزاوية هما شعاعان اللذان التقيا في نقطة واحدة وكونا الزاوية. فضلعا الزاوية هنا هما الشعاعان، الشعاع ب ألف وشعاع ب جيم. كيف يمكن أن نسمي الزاوية؟ يكون اسم الزاوية عن طريق تسمية الزاوية بثلاثة حروف، بحيث يكون رمز رأس الزاوية في المنتصف أو عن طريق تسمية رأسها فقط. فيمكن أن نسمي الزاوية التي تظهر أمامنا بزاوية ألف باء جيم، أو زاوية جيم باء ألف، أو يمكن تسميتها عن طريق الرأس فقط بزاوية باء. أنواع الزوايا. للزوايا أنواع، فهناك الزاوية الحادة والزاوية المنفرجة والزاوية القائمة والزاوية المستقيمة. والآن سوف نتعرف على كل زاوية من هذه الزوايا وكيف نميز بينهم. كما قلنا أعزائي الطلاب، هناك أربع أنواع من الزوايا. أولى هذه الزوايا هي الزاوية الحادة. كيف يكون شكل الزاوية الحادة؟ ها هو شكل الزاوية الحادة. هذه الزاوية قياسها أكبر من صفر وأقل من 90 درجة، وهي أصغر أنواع الزوايا الأربعة. أما عن النوع الثاني فهي الزاوية القائمة، وها هو شكل الزاوية القائمة. قياس الزاوية القائمة 90 درجة، ويكون فيها إحدى الضلعين عمودي على الضلع الآخر. أما عن النوع الثالث فهي الزاوية المنفرجة، والزاوية المنفرجة يكون شكلها كالتالي. أما عن قياسها فهي أكبر من 90 درجة وأقل من 180 درجة. ورابع أنواع الزوايا هي الزاوية المستقيمة، وهذا هو شكل الزاوية المستقيمة، وهي الزاوية الناتجة عن التقاء زاويتين قائمتين وقياسها 180 درجة. وإليكم أعزائي الطلاب هذا الفيديو التعليمي الذي يوضح ويشرح أنواع الزوايا الأربعة. أنواع الزوايا. الزوايا أربعة أنواع، فهناك الزاوية القائمة والزاوية الحادة والزاوية المنفرجة وأخيراً الزاوية المستقيمة. هيا معاً لنميز بين هذه الزوايا. الزاوية القائمة، لنلاحظ عقارب الساعة، إنهما متعامدان والزاوية المحصورة بينهما قائمة. ماذا عن زوايا المسطرة؟ إنها زوايا قائمة لأن أضلاع المسطرة متعامدة. أيضاً زوايا الباب جميعها محصورة بين مستقيمين متعامدين، إذن هي زوايا قائمة. فالزاوية القائمة هي الزاوية المحصورة بين مستقيمين متعامدين، ونرمز لها
بالرمز التالي. إذا عرفنا الزاوية القائمة، فإننا نستطيع تمييز باقي الزوايا. لننظر ماذا سيحدث للزاوية عندما نحرك الضلع ألف باء إلى اليسار قليلاً. لقد صغرت الزاوية. هذه الزاوية الأصغر من القائمة تعرف بالزاوية الحادة. والآن ماذا يحدث للزاوية لو حركنا الضلع ألف باء إلى اليمين قليلاً؟ لقد كبرت الزاوية ولم تعد قائمة. الزاوية الأكبر من الزاوية القائمة تعرف بالزاوية المنفرجة. والآن ماذا لو حركنا الضلع ألف باء إلى اليمين أكثر حتى يصبح في نفس مستوى الضلع باء جيم؟ لقد أصبحت الزاوية مستقيمة. نستنتج مما سبق ما يلي: تكون الزاوية قائمة إذا كانت محصورة بين شعاعين متعامدين، وإذا أصبحت الزاوية أصغر من القائمة فتعرف بزاوية حادة، وإذا أصبحت الزاوية أكبر من القائمة فتعرف بزاوية منفرجة. أما إذا كانت هذه الزاوية على خط مستقيم فهي زاوية مستقيمة. أعزائي الطلاب، لنختبر معلوماتنا في درس الزوايا ومدى فهمنا لما تم شرحه عن طريق الإجابة عن الأسئلة التالية. السؤال الأول: ما نوع الزاوية التي قياسها 60 درجة؟ ما قياس الزاوية القائمة؟ ما نوع الزاوية الناتجة عن التقاء زاويتين قائمتين؟ وما نوع الزاوية التي قياسها 190 درجة؟ سأترك لكم قليلا من الوقت لتفكروا في إجابة الأسئلة ثم نجيب عليها معا. حسناً أعزائي الطلاب، لنبدأ بالسؤال الأول: ما نوع الزاوية التي قياسها 60 درجة؟ أحسنتم، الزاوية التي قياسها 60 درجة هي الزاوية الحادة، لأن قياس الزاوية الحادة أكبر من 0 وأصغر من 90 درجة. السؤال الثاني: ما قياس الزاوية القائمة؟ رائع، قياس الزاوية القائمة هو قياس ثابت لا يتغير وهو 90 درجة. ما نوع الزاوية الناتجة عن التقاء زاويتين قائمتين؟ أحسنتم، الزاوية هي زاوية مستقيمة وقياسها 180 درجة. السؤال الأخير: ما نوع الزاوية التي قياسها 120 درجة؟ رائع، هي الزاوية المنفرجة لأن قياسها أكبر من 90 درجة وأصغر من 180 درجة. انظر إلى الشكل التالي ثم أجب عما يلي: هذا الشكل الذي ظهر أمامنا أعزائي الطلاب هو عبارة عن زاوية، الرأس هو، الضلعان هما، اسم الزاوية بثلاث طرق مختلفة، ونوع الزاوية. هيا أعزائي الطلاب فكروا في إجابة هذه الأسئلة وسأترك لكم قليلا من الوقت. الرأس هو، أحسنتم، صاد، الضلعان هما، الشعاع صاد سين وشعاع صاد عين. اسم الزاوية بثلاثة طرق مختلفة، كما قلنا يمكن تسمية الزاوية بثلاثة حروف بحيث نجعل رأس الزاوية في المنتصف، أو يمكن أن نقوم بتسميتها عن طريق الرأس فقط. فاسم هذه الزاوية، أحسنتم، زاوية سين صاد عين، أو زاوية
عين صاد سين أو زاوية صاد. ما نوع هذه الزاوية؟ رائع، زاوية منفرجة. اذكر نوع الزاوية التي يشكلها عقرباء الساعة. هيا أعزائي الطلاب، فلنفكر في أنواع الزوايا في هذه الساعات التي ظهرت أمامنا. الساعة الأولى، عقرباء الساعة هذه ماذا يذكران؟ بأي زاوية؟ أحسنتم، نوع الزاوية التي تشكلها أو يشكلها عقرباء هذه الساعة هي الزاوية القائمة. لننتقل إلى الساعة الثانية، ما نوع هذه الزاوية التي يشكلها عقرباء هذه الساعة؟ رائع، هي زاوية منفرجة. أما الساعة الثالثة، أحسنتم، هي زاوية مستقيمة. والساعة الرابعة، رائع، نوع الزاوية التي يشكلها عقرباء هذه الساعة هي الزاوية الحادة. أتعلم الشعاعان باء جيم وباء ألف المنطلقان من النقطة باء يشكلان زاوية ويسمى كل منهما ضلع الزاوية. تسمى الزاوية الناتجة الزاوية ألف باء جيم أو الزاوية جيم باء ألف، وتسمى الزاوية أحياناً بحرف واحد هو رأس الزاوية فيقال الزاوية باء. تتكون الزاوية من شعاعين أو ضلعين لهما نقطة البداية نفسها. حل تمارين الكتاب. 1- أبدأ بتحريك قصاصتين من الورق مع تثبيتهما بدبوس كما في الشكل، فينتج من تحريك القصاصتين شكلاً يسمى الزاوية. هيا أعزائي الطلاب نحدد نوع هذه الزوايا. الزاوية الأولى، أحسنتم، هي زاوية حادة. الزاوية الثانية، رائع، هي زاوية قائمة. أما الزاوية الثالثة، ممتاز، هي زاوية منفرجة. 2- أضع إشارة صح أسفل القلمين اللذين يشكلان زاوية. هل القلمين في الصورة الأولى يكونان زاوية؟ لا، لأنهما لم يلتقيا في نقطة واحدة. ننتقل إلى الصورة الثانية، هل القلمين هنا يكونان زاوية؟ أحسنتم، القلمان التقيان في نقطة واحدة وكونان زاوية. ما نوع هذه الزاوية؟ رائع، هي زاوية حادة. ننتقل إلى الصورة الثالثة، هل هنا القلمان كونان زاوية؟ أحسنتم، ما نوع هذه الزاوية؟ هذه الزاوية هي زاوية قائمة. أما القلمين في الصورة الرابعة، هل كونا أو شكلا زاوية؟ رائع، التقيا في نقطة واحدة وكونان زاوية منفرجة. القلمين في الصورة الخامسة لم يلتقيا ولم يكونا زاوية. السؤال الثالث، أسمي رأس وضلعي الزاوية في الأشكال الآتية. الشكل الأول يمثل زاوية، ما رأس هذه الزاوية؟ أحسنتم، رأس هذه الزاوية هو صاد. الضلعان هما الضلع صاد عين وهو عبارة عن الشعاع صاد عين، والضلع الثاني هو الشعاع صاد سين. لننتقل إلى الشكل الثاني وهو أيضا عبارة عن زاوية، رأس هذه الزاوية، رائع، باء. الضلعان هما الضلع الأول هو الشعاع باء ألف، والضلع الثاني هو شعاع باء جيم. لننتقل إلى
الشكل الثالث وهو أيضا عبارة عن زاوية. رأس هذه الزاوية هو رائع. واو، الضلعان هما، أحسنتم، الشعاع واو هاء والشعاع واو ياء. السؤال الرابع، في الرسم المجاور أسمي الزاوية في الشكل بأربع طرق مختلفة. كما قلنا يمكن تسمية الزاوية بعدة طرق، بثلاثة حروف أو بحرف واحد وهو الرأس. اسم هذه الزاوية ألف باء جيم أو زاوية جيم باء ألف أو زاوية سين باء جيم أو جيم باء سين، ويمكن أيضا أن نسميها بزاوية باء. السؤال الخامس، أرسم ألف الزاوية التي رأسها النقطة ميم وضلعيها الشعاع ميم لام وميم نون. باء الزاوية باء جيم ألف، طبعا رأس الزاوية هنا النقطة جيم لأنها موجودة في المنتصف. جيم الزاوية التي أحد ضلعيها الشعاع سين صاد وأسميها، هذه الزاوية أحد ضلعيها الشعاع سين صاد، سنقوم برسم الشعاع الثاني أو الضلع الثاني وهو سين عين. اسم الزاوية هنا زاوية صاد سين عين، ويمكن أن نسميها زاوية عين سين صاد أو زاوية سين. أبدأ بتحريك مسطرتين مع تثبيتهما كما في الشكل. الزاوية التي تم تشكيلها في الشكل المجاور تسمى الزاوية القائمة، ومن الأمثلة عليها حافتا الكتاب المتجاورتان وحافتا السبورة المتجاورتان. أذكر شفويا أمثلة أخرى لزوايا قائمة، حافتا الباب المتجاورتان، ويمكن أيضا حافتا الطاولة المتجاورتان. السؤال السابع، ألون خمس زوايا قائمة في الملعب باللون نفسه. يوجد هناك العديد من الزوايا القائمة الأخرى لكن سنلون خمسة فقط. أبدأ بتحريك قصاصتين من الورق مع تثبيت القصاصتين بدبوس كما في الشكل. يمكن استخدام مسطرتين، شريط ملون، أعواد المثلجات، وأكون زوايا كما في الأشكال الآتية ثم أقارنها بالزاوية القائمة. ما نوع الزوايا التي تم تشكيلها؟ جميعها زوايا حادة. أتعلم الزاوية الحادة هي الأصغر من الزاوية القائمة. أضع إشارة صح على الزاوية الحادة. لننظر أعزائي الطلاب على الشكل الأول، ما نوع هذه الزاوية؟ أحسنتم، هي زاوية حادة، إذن سوف نضع على هذه الزاوية إشارة صح. لننتقل إلى الزاوية في الشكل الثاني، ما نوع هذه الزاوية؟ رائع، هي زاوية منفرجة، إذن لن نقوم بوضع إشارة صح عليها. ننتقل إلى الزاوية الثالثة، هل هذه الزاوية هي زاوية حادة؟ أحسنتم، هي زاوية حادة، إذن سنضع إشارة صح. أبدأ بتحريك قصاصتين من الورق كما في الحالات الآتية. ما نوع الزوايا التي ظهرت؟ الزاوية الأولى هي زاوية حادة والزاوية الثانية زاوية قائمة والزاوية الثالثة هي زاوية منفرجة، أما الزاوية الرابعة فهي أيضا زاوية منفرجة بقياس أكبر.
والزاوية الخامسة هي زاوية مستقيمة. أقارن بين الزوايا الناتجة من التقاء زاويتين قائمتين. الزاوية المستقيمة هي أكبر هذه الزوايا. أتعلم نسمي الزاوية الناتجة من التقاء زاويتين قائمتين بالزاوية المستقيمة. أبدأ بتحرير قصاصتين من الورق كما في الشكل لتكوين زوايا كما في الأشكال الآتية، ثم أقارنها بالزاوية القائمة. ما نوع هذه الزوايا؟ أحسنتم، هذه الزوايا التي تم تشكيلها جميعها زوايا منفرجة. أتعلم الزاوية المنفرجة هي الأكبر من الزاوية القائمة وأصغر من الزاوية المستقيمة. السؤال الثاني عشر، أضع إشارة صح على الزاوية المنفرجة. سوف نقوم بوضع إشارة صح على الزوايا المنفرجة في الأشكال التالية. ما نوع الزاوية في الشكل الأول؟ أحسنتم، هي زاوية حادة. ننتقل إلى الشكل الثاني، هل الزاوية في الشكل الثاني زاوية منفرجة؟ رائع، إذن سوف نقوم بوضع إشارة صح. هل الزاوية الثالثة هذه زاوية منفرجة أيضا؟ رائع، هي زاوية منفرجة أيضا. الزاوية الرابعة ما نوعها؟ أحسنتم، أيضا الزاوية الرابعة هي زاوية منفرجة، إذن سنضع إشارة صح. السؤال الثالث عشر، أذكر نوع الزاوية التي يشكلها عقرب الساعة. هيا أعزائي الطلاب، ما نوع الزاوية التي يشكلها العقربان في الساعة الأولى؟ أحسنتم، زاوية قائمة. لننتقل إلى الساعة الثانية، ما نوع الزاوية التي يشكلها هنا العقربان؟ رائع، زاوية منفرجة. الساعة الثالثة، ما نوع الزاوية التي يشكلها العقربان هنا؟ أحسنتم، زاوية مستقيمة. أما الساعة الرابعة فالزاوية التي يشكلها العقربان هنا هي، أحسنتم، زاوية حادة. السؤال الرابع عشر، أكتب نوع الزاوية المشار إليها بحرف، حادة، قائمة، منفرجة، مستقيمة، بالفراغ. هيا أعزائي الطلاب، فلنحدد نوع الزاوية المشار إليها بحرف. ما نوع الزاوية المشار إليها بالحرف لام؟ أحسنتم، زاوية حادة. ما نوع الزاوية المشار إليها بالحرف راء؟ رائع، زاوية قائمة. لننتقل إلى الزاوية الثالثة، ما نوع الزاوية المشار إليها بالحرف ألف؟ أحسنتم، زاوية منفرجة. ما نوع الزاوية المشار إليها بالحرف فاء؟ رائع، زاوية حادة. أما الزاوية المشار إليها بالحرف دال فهي، أحسنتم، زاوية حادة. وكذلك الزاوية المشار إليها بالحرف صاد، ما نوعها؟ أحسنتم، هي زاوية منفرجة. لننتقل إلى الزاوية المشار إليها بالحرف لا ميم، ما نوع هذه الزاوية؟ رائع، هي زاوية حادة. أما الزاوية المشار إليها بالحرف كاف فهي زاوية، ممتاز، زاوية منفرجة. وأخيرا الزاوية المشار إليها بالحرف نون هي زاوية، رائع، هي زاوية مستقيمة. السؤال الخامس عشر، ألاحظ الشكل المجاور ثم أجيب عما يأتي. ألف، عدد الزوايا القائمة في الشكل، خمس زوايا. باء، أسمي زاويتين حادتين في الشكل، زاوية واو ألف باء وزاوية واو باء ألف.